أكد البيت الأبيض أن على قطر الالتزام بما وقعت عليه في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في قمة الرياض، والتي تضمنت إنشاء آلية للرصد والتحقق من عدم تمويل التنظيمات المتطرفة. وقالت مستشارة الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الاتفاق على إنشاء مركز لمكافحة التطرف بالرياض يتضمن أقصى التعهدات بعدم تمويل المنظمات الإرهابية، مؤكدة أن وزارة الخزانة الأمريكية ستقوم بموجب ذلك وبالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي برصد الالتزامات التنفيذية للجميع.